السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. الحلبوسي يصل إلى مقر الجامعة العربية للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. التخطيط تزيد 3.3 مليون موظف في منصة الرقم الوظيفي بشكل آمن، تفجير مخلفات حربية وعبوات ناسفة في كركوك. الصحة، الضمان الصحي سيكون إلزاميا للموظفين. إليكم تفاصيل الأخبار. وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السبت إلى مقر جامعة الدول العربية، وذكر بيان لمكتب الحلبوسي أن رئيس مجلس النواب وصل إلى مقر جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي. وكان الحلبوسي وصل مساء أمس الجمعة إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. أعلنت وزارة التخطيط السبت عن عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ضمن المرحلة الأولى. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن العمل في المنصة الرقم الوظيفي ما زال مستمرا، مبينا إن عدد الأرقام الوظيفية التي منحت لحد الآن تجاوزت 3,300,000 رقم وظيفي لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ضمن المرحلة الأولى للمنصة. وتابع الهنداوي في حديث وكالة الأنباء الرسمية إن الموظفين الذي عينوا حديثا سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم أرقاما وظيفية في المراحل المقبلة من عمل المنصة. أعلنت هيئة الحج الشعبي السبت تفجير مخلفات حربية وعبوات ناسفة بشكل آمن في كركوك. وقال إعلام الحشد في بيان إن قوة من اللواء 16 عثرت على مخلفات حربية وعبوات ناسفة في إحدى المناطق جنوب غرب كركوك. وأضاف البيان إن مفارز متفجرات في اللواء 16 فجرت مخلفات حربية والعبوات بشكل آمن. أكدت وزارة الصحة السبت أن الضمان الصحي سيكون إلزاميا للموظفين، مشيرا إلى أنه سيسهم في دفع الأجور الطبية للمستفيد بنسبة 90%. وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي التابع لوزارة الصحة إيهاب عبد الكريم خلف: بدأنا بالمرحلة الأولى للضمان الصحي من خلال إطلاق الاستمارة الإلكترونية، وحددنا الجهات التي ستبدأ بها وهي الجهات الحكومية من الرئاسات الثلاث ومراكز بعض الوزارات، إضافة إلى 100,000 من المضمونين المشمولين بالرعاية الاجتماعية والذين سيعفون من الدفع، إضافة إلى جزء من المصابين بالأمراض النفسية والتوحد ونسبة 10% من المتعاقدين.